بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة البي كي بروجرامر. هذا الفيديو راح نبدي بموضوع جديد، ومثل ما تلاحظون قبل ما نبدي بالموضوع امامنا الاي دي اي الجديد. اوكي، الموضوع اللي راح نبدي بيه اليوم هو موضوع اسمه الفانكشن. بكل بساطة الترجمة الحرفية لكلمة فانكشن تعني دالة. قبل ما ابدي واشرح هذا الموضوع، فائدة هذا الموضوع هو جزء من كود اريد انفذه اكثر من مرة. اوكي زين، انا راح اسأل نفسي، انا الفور ايضا اتنفذ لي اكثر من مرة، شنو الفرق هذا اللي راح يقدم لي اياه؟ اول ميزة راح يقدم لي هذا الكود راح اكتبه مرة واحدة، ممكن انفذه ورا شوية انفذ شيء اخر بعدين ارجع انفذه من جديد، وبي ميزات جدا كثيرة مختلفة عن اللوب، وجدا اشياء متقدمه ومفيده جدا راح تفيدني. فالحكي عنه مو كلش راح يوضحه، افضل شيء نبدي بالعملي. اوكي، الداله عباره عن قطعه من الكود، هذه القطعه راح تنكتب خارج هذا الانتجر مين. اوكي، لان هذه الانتجر مين بنفسها هي عباره ايضا عن داله اخرى. اوكي، راح اجي اكتبها هنا. حتى اكتب داله اول طريقه راح اتعلمها راح اسوي شيء ثابت، بعدين راح اشرح لكل شغله تفسيرها بثاني او ثالث فيديو عن هذا الموضوع. راح اكتب void واكتب اسم function. هذا void ثابته حاليا، اما كلمه print فهو اسم لهذه الداله، مثل ما تغير الى اسم الداله ايضا لها اسم. بعدها افتح قوس وسط قوس بهذا الشكل، ونخلي قوس المجموعه او الكيرلي براكتس القوس المنحني. اوكي، بعد ما صار عندي هذا الشيء جاهز، الان اكتب مجموعه من الاكواد، سي اوت مثلا هالو، اند لاين. اوكي، اكتبت هذا الكود. ممكن اضيف اكثر من سطر يعني حسب ما يدي، لكن انا الان اريد ابسط شيء اطبقه. شلون انفذ هذا الكود؟ هسه لو اجي هنا، طبعا حتى انفذ بالكود بلوك، اما اضغط على هذه الايقونه اللي مأشر عليها الماوس الان، او اضغط مفتاح F9 وليس F11 مثل ما بدي. الان انقلت على F9، انتظر التنفيذ. لاحظ فارغ. طبعا ملاحظه، هذه الاسطر اللي تظهر امامك هي حالها حال الاسطر اللي يعني نهاية تنفيذ البرنامج، هذا مو جزء من الاوتبوت او الشيء اللي يظهر لي إليه. فيعني هسه اني الناتج مالتي فارغ. اوكي، هذه الدالة ما تسوي شيء، ليش؟ لان اي برنامج مالتي اول ما يشتغل تلاحظ بدالة اخرى اسمها main. هذه الدالة اللي اسمها main اول ما يبدي البرنامج هي تتنفذ، ما يتنفذ شيء اخر غيرها. حتى انفذ هذه الداله لازم اسوي لها استدعاء، اصيحها من المين برنت. شلون استدعي استدعاء؟ اقول اسمها وافتح قوس واسده. بهذه الحاله سويته، انا استدعيت الداله سيمي كولون، طبعا نهايه سطر برمجي. الان اجي انفذ، لاحظ طبع لي هلا. مرة أخرى راح أسوي فد فقرة، مثلا أقول سي أوت، خلينا نخلي رقم واحد فقط كنتيجة تجريبي، و إند لاين. أوكي، وراح أستدعي برنت مرة أخرى، أنفذ. لاحظ هلو رقم واحد هلو. أوكي، هنا معناه اللي سويته أني الكود هذا استدعيته أكثر من مرة بصورة غير متتالية بدون ما اكرر كتابته. لو عندي فور لوب مثلا سويت فور طبعت 3 مرات هلو. اوكي، من اريد اطبع رقم واحد هنا، من اريد اطبع مرة اخرى 3 مرات هلو، او انا حاليا هنا اقدر اطبع 3 مرات، وخلي كل ما استدعي برنت طبع 3 مرات. لكن شنو اللي راح يصير؟ لازم اضطر اكتب الفور كاملة من جديد. هنا فقط اكتب اسمها من جديد، اكتب اسم الدالة. اوكي، هذا شيء بسيط عن الدالة. الفيديو القادم نتعرف أكثر، تابعونا.